اكلمكم عنها حنانه بالجماد يا جماعه. النبي عليه الصلاه والسلام في خطبه الجمعه طلع، الصحابه عملوا له منبر، النبي طلع، القبائل اللي حوالين المدينه والصحابه كلهم التفوا حوالين النبي عليه الصلاه والسلام على المنبر. النبي بدا يتكلم عن الدين ونصره الدين، ويتكلم عن ربنا، والكل انفعل معاه، والكل منصت معاه، وفجاه يسمعوا صوت حد بيتالم، حد بيتالم، اللي بيتالم ده بيبكي، في صوت بكاء في المسجد، في صوت الم في المسجد، وقدام كل الصحابه ينزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من على المنبر، ويقطع حاكم الدوله الخطبه بتاعته من على المنبر وينزل، ويفاجئوا ان الرسول راح على جذع الشجره اللي كان بيخطب عليه، قبل ما المنبر يتعمل يحضنوا رسول الله. اول ما الرسول يحضن الجذع، الجذع يسكن تماما، اللي كان بيتالم الوقت هو الجذع. الرسول عليه الصلاه والسلام يقول لهم: والله لولا اني التزمته لظل يبكي الى يوم القيامه، وفي روايه لظل يحن الى يوم القيامة. الجزع اشتاق لرسول الله وانت ما اشتقتلوش، الجزع بكى على فراق رسول الله وانت بكاءك على فراقه قد ايه. والمش المشكلة يا جماعة ان الجزع يحن للنبي، او الجزع يبكي عشان النبي، المشكلة ان النبي هو اللي يحن للجزع. رسول الله حاكم الدولة قائد الامة يسيب منبر الجمعة وينزل عشان جماد، عشان جزع، زي ما كان في سفرية عليه الصلاة والسلام، كان في عصفورة صغيرة ولدت فرخين، الصحابة خدوا الفرخين بتوعها قعدت ترفرف، النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم: من فجع هذه بولدها ردوا إليها ولدها. حنانه بعصفور يا جماعة، كأنهم ولاده مش ولادها عليه الصلاة والسلام. مش العجيب إن النبي يقول: أحد جبل يحبنا؟ مش العجيب إن الصخر يحب النبي؟ العجيب إن النبي يقول: ونحبه. إن النبي حنانه حتى على الحجر، حتى على الجماد عليه الصلاة والسلام. أنا عايز